آه، الزملاء الاصدقاء الاحباء الاخوه الاخوات صباح الخير صباح النور مساء الخير مساء النور سعيده السلام عليكم كل الحاجات الحلوه دي بالنسبه لكم بحبكم في الله ان شاء الله النهارده هنتكلم عن الهويه يعني ايه هويه هويه ما هياش مجرد فستان بلبسه من كان الفستان بيعبر عن جزء من الهويه أو بدلة أو تسريحة شعر أو تفصيلة أو خطبة الجمعة أو محاضرة أو, أو يعني كلمة أنا بقولها لا دي كل دي جزء من الهوية الهوية شيء معقد أكبر من كده هو مع عبارة عن مجموعة من المكونات النفسية اللي هي داخل النفس نفسها مع المكونات العضوية اللي هي الحواس المتداخلين مع بعض داخل النفس البشرية دول بيكونوا المركب المكون للهويه فده عشان نعرف الهويه بتتكون ازاي الهويه ايضا بتعبر عن المحضن التربوي الثقافي لايه للاسره والاسره اللي احنا نمينا وطلعنا فيها الاب الاب الام الخلان الاعمام الجيران الاصدقاء الى اخره عبر ايضا عن منهج الدراسي المفروض، يعني كل ما اتعلمناه بيكون جزء مهم جدا من الهويه على الطلبه. اللي هو المواد الدراسيه اللي احنا درسناها، المدرسين اللي درسوا لنا، المناخ المدرسي اللي احنا قاعدين فيه. الهويه بردك بت بتمثل جزء من الفكر الفلسفي المجتمعي والقيم العقديه الايمانيه. أنا اتربيت كمسلم في مجتمع مسيحي، أو في مدرسة مسيحية، أو في مدرسة كاثوليكية، أو في مدرسة لا دينية، أو أنا اتربيت في مدرسة إسلامية، كل هذه الأشياء أو في المجتمع اللي إحنا فيه بيكون جزء من هوية يعني أنا بتأثر فيها سلباً أو إيجاباً بالمجتمع اللي أنا عايش فيه، سواء كنت أنا عايش في بلد عربي بتأثر بالثقافة العربية أو مجتمع غربي بتأثر بالثقافة الغربية. هي برضه بتعبر عن مظهر خارجي الإنسان. وبتعبر عن أبعاد الإيمان الراسخة في قلوب المؤمنين. يعني تلاقي مثلا في فرق بين المؤمنين وغير المؤمنين. وبتعبر مع حول ما يدور حول هؤلاء المؤمنين. من مجتمعات متغيرات مجتمعية ومعيشية. يبقى الهوية دي مش شيء سهل. أبص لواحد كده ماشي في الشارع أيوه شوف هويتك أنا عرفتك. شوف هويتك أنا عرفتك. ما بتبقاش كده. ما هياش صندوق حظ، ما هياش صندوق دنيا. هي بتعبر عن الجوارح تعبير تعبير الجوارح عن كيفيه التصدي لما تواجهه السمع البصر اللمس الشم الحاجات دي كلها جوارح بتعبر كيفيه التصدي لما تواجهه هذه الجوارح من مشكلات وتحديات فتلاقي هذا الشخص من خلال جوارحه او هذه المراه من خلال جوارحها بتتعامل مع المشكله بطريقه مختلفه تماما عن الشخص الاخر هي منظومة متعددة الأركان والتقاطعات، يعني مش بس أركان كده صلبة، لا، متقاطعة التي قد لا يفهمها الكثير من الناس. هي كمان قد تكون ثابتة وواضحة على منصة في واحد مثلا إيه؟ عايز يظهر هويته، يعني مثلا تلاقي النساء عندنا المسلمات على هويتها الحجاب. أو اللباس اللي هو إيه؟ المحتشم. خلاص؟ فبيجدوا صعاب كثير جدا 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 في بعض الاحيان في التعامل مع المجتمع. اللحيه مش جزء قوي من الهويه، ليه؟ لان في مسلم عنده لحيه، مسيحي عنده لحيه، يهودي عنده لحيه، اشتراكي عنده لحيه، لحيه شيء شيوعي عنده لحيه الى اخره. فطبعا تلاقي التحدي اللي بتجده المراه المسلمه من خلال هويتها المسلمه بالحجاب واللباس ده يختلف تماما عن التحدي اللي بيجده الراجل من خلال تربيته اللحيه. في بعض الناس بيحاولوا يعبروا عن الهويه بتاعتهم في بعض الناس بيحاولوا يخفوا الهويه بتاعتهم ودي حريه شخصيه مش كل واحد فينا مش مربي دقن مش يبقى مسلم مش كويس في ناس بتحبش يعني كده منها يعني ايه عدم تطبيق جزء من السنه الهويه وردك هي اداء يوزن بميزان ثقل المسؤوليه التي تقع على كاهل الفرد منا يعني الهويه دي هتتوزن ازاي المسؤوليه بتاعتك انت ايه لو انت مسؤوليتك كبيره هتضطر تخلي هويتك يقبلها المجتمع ككل ما تبقاش هويتك فقط لجزء من المجتمع او شريحه مجتمعيه او جزء ثقافي من المجتمع لا لا بتخليك ان انت ابو الجميع يعني بيقول لك انا خادم المجتمع المجتمع لازم كله يجعلك خادما ليه من خلال هويتك والتعاون معهم في انك بتفهم كل الاشياء اللي عندهم تستطيع انهم لما ينظروا لك كل واحد في المجتمع يشعر ان انت جزء منه والهوية هي اللي تحدد مسار المجتمعات ومسارات مواطنين المجتمعات داخل أروقة المجتمع نفسه بتحدد والهوية كذلك المحافظة عليها كانت بيؤدي إلى ثمن غالي جدا وهو حياة الأفراد المؤمنين بها لذلك تجد الصحابة وتجد اللي هم الحواريين واتباع موسى واتباع الانبياء كلهم ضحوا بحياتهم ها من اجل الرساله التي اتى بها موسى وعيسى ومحمد وزكريا زكريا قتلوه آه عليه السلام يحيى قتلوه عليه السلام وغيره اتقتلوا فلذلك الحفاظ على الهويه قد يكون ثمن حياه الافراد وفي نفس الوقت هي إحدى معالم طريق بناء مسيرة الوعي داخل حدود إيه؟ داخل حدود خرائط الطرق التي ترسمها المجتمعات لبناء مستقبل أبيات يعني هي إحدى معالم طريق بناء مسيرة الوعي داخل حدود خرائط الطرق التي ترسمها المجتمعات لبناء مستقبل أجيالها ولها مثابة ولها كذلك لها ثوابت محورية راسخة الثوابت المحوريه الراسخه دي بتشكل بناء هيكل الهويه الداخليه. يعني لها ثوابت محوريه راسخه تشكل بناء هياكلها الداخليه كما ان لها بعض المظاهر الخارجيه التي قد تتغير في بعض الاحيان. وفقا لايه بقى؟ التغير وفقا لايه؟ وفقا للمتغيرات الثقافيه، القيميه، المجتمعيه. واضح يا شباب؟ كل ده في تعريف الهويه. تعالى بقى نبص على الاسئله بتاعت صاحبي وصاحبتي. اقول صاحبتي ولا صاحبي؟ طيب صاحبي، المرة دي صاحبي. انواع بيسالني صاحبي قال لي ايه بقى؟ آه انواع الهويه اللي نتحدث عنها، ما هي انواع الهويه؟ آه في هويه دينيه، في هويه ثقافيه، في هويه وطنيه قوميه، في هويه سياسيه وهويات كتير كتيرة جدا. ده شيء بقى وكل ما انت في المجتمع بيتمدد مجتمع راسيا وافقيا هتتعدد هو... هويات الـ 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 المواطنين فيه السؤال الثاني من صاحبي بيقول لك ايه كيف تعبر عن هويتك ولماذا تتمسك بهويتك ومعتقداتك انا اعبر عن هويتي بمقدار ايماني بها ان لم اكن مؤمن بها هغيرها إن لم أكن مؤمن بها وما ومش... عنديش هوية أخرى هبقى عايش ممسوخ زي الرجل أو المرأة الذي فقدت ظلها أو الذي فقد ظله. لكن حينما أؤمن بهويتي المتكونة من الأشياء اللي أنا قلتها قبل كده هو دي سأعبر عنها من خلال معتقداتي وإيمانياتي بقيمي وثقافتي وأخلاقي ومعتقداتي. هعبر عنها. يعني مثلا لما في ناس هنا مثلا في بريطانيا أو في أوروبا بيصلوا في وسط الشارع. هو عايز يبين للناس كله انا مسلم. وهكذا. دي حاجه من الحاجات اللي انا بقى كلما تعمق الايمان في قلوب المؤمنين كلما استطاع الشخص المؤمن التعبير عن هويته في كل مكان وفي اي زمان. دون ان يجرح مشاعر الاخرين. في الغرب بقى السؤال التالي ده من واحده صاحبتنا من اخواتنا يعني. كيف تتمسك بهويتك في الغرب ولا تنسحق فكريا واخلاقيا اخلاقيا؟ ايوه تمسك بيها ازاي؟ احترم نفسي. يعني في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك في معناه من حسن اسلام المرء ترك ما لا يعنيه. انا عايز ان انا احافظ على هويتي ومش عايزها تنسحق فكريا او اخلاقيا. يعني انا ابتدي اتجمع مع من هم على ديني وعلى عقيدتي وعلى فكري وعلى أخلاقه وعلى ثقافته وعلى تاريخي وعلى قيمه ونتجمع لكي نعمل مناخ مجتمعي للمجتمع الصغير بتاعنا اللي بيعيش داخل المجتمع الكبير في الغرب فيستطيع المجتمع الصغير ده يحمي المجموعة ثم يحمي أبناء المجموعة ثم يحمي من هم من أصدقاء المجموعة فيتميز وهو داخل المجتمع الكبير لأن هنا مساحة الحريات الموجودة في الغرب تسمح لك بالحفاظ على هويتك دون أن تنسلخ منها لكن لا تستطيع أن تحافظ على هوية كفرد لوحدك لابد أن نتجمع مع بعضنا في أنشطة في رحلات في محاضرات في مساجد في مراكز إسلامية أو مراكز يعني فكرية أو مراكز بحثية إلى آخره فبالتالي لو لو تجمعنا مع بعضنا هنعمل لنفسنا مناخ يحافظ على الهويه الداخليه بتاعتنا ويبرز هذه الهوية المجتمع الكبير. السؤال الثاني برضك جه من احد الشباب ما هو الفرق بين التمسك بالهوية وبين الاستعراض بالهوية في غير موضعها لإيذاء الآخرين؟ أدي كأن مثل من الأمثلة دي حصل لنا في 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 شفت أنا مثلا في مقطع على الـ على الـ على الـ اليوتيوب واحد في طيارة وانتوا عارفين الطياره تاعت كاس على اليمين تاعت كاس على الشمال ويا دوبك المكان اللي هو قدام الحمام يا دوبك يعني يوقف شخص او شخصين ينتظروا ايه الطابور بتاعهم حبكت قبل ما ينزل من الطياره والطياره تعمل لاندنج ننزل يوم قاعد في الكوريدور ومصلي طب ما تصلي على الكرسي يا ابني ما تصلي على الكرسي يا اختي وبقى الناس كلهم ايه قاعدين بقى وبيبصوا كده وبيلعنوه يبقى هم اللي بيبصوا يبقى الراجل ده ادى هذا السلوك اللي عمله الى الناس بدا يسبوا الدين بتاعه ويسبوا اخلاقه الى اخره وبداوا بينظروا نظره الازراء ده هنا بقى ايه يعني ليه هنتعب الناس بالعكس انا بكون في هويتي ان انا لا انافق ان انا لا اتعدى على حريات الاخرين لا افسد اول الاخرين يعني أكون يعني ويكون مثلا خلقي هو هويتي زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم كان بتحدث عنه السيدة عائشة رضي الله عنها يقول كان خلقه القرآن أو كان القرآن يمشي على على الأرض وفي نفس الوقت كان اسمه الصادق الأمين يعني حتى مع كفار قريش هم اللي كانوا بيقولوا عليه الصادق الأمين يبقى ده المفروض يعني علشان أتمسك معتقداتي لابد أن أتجمع آآ آآ مع الآخرين من من أبناء بلدتي الأمر الآخر اللي إحنا بنتكلم عنه كذلك نحن إحنا بنشوف بإيه؟ بنشوف ما أهمية التمسك بالهوية الإسلامية؟ <applause> صحيحة. هي مهمة لأننا حنسأل عليها أمام الله سبحانه وتعالى. لماذا لم تدعو؟ لماذا لم تتحدث؟ لماذا لم تساعد؟ لماذا لم؟ لماذا لم؟ لماذا لم؟ فلذلك لابد حين ندعو الناس لا ندعوهم فقط بما فهمناه بل ندعوهم بالطريقة الصحيحة التي يستطيعون استيعابها وفهمها. ها؟ واهم شيء في الدعوه لغير مسلم للاسلام او لل حتى لمؤانسه الاسلام ولمصادقه المسلمين هي الخلق الكريم. سعوهم بخلقهم. فمن ننظر لمثل هذه الاشياء اللي بنتكلم عنها هتلاقي محور حب الناس لدينك او لدينك مش مظهرك. خلقك معاملاتك تعاملاتك مساعداتك يعني مثلا جاري اسال عليه جارتي اسال عليها الى اخره المجتمع اللي انا فيه اكون عضو ايجابي في بنائه سواء كان المجتمع ده مسلم او غير مسلم اكون من اول المبادرين لمساعده الفقراء واكون بحترم معتقدات الاخرين ابدا ما تجيش بقى تتريق عليهم وانتوا انتوا كذا وانتوا كذا وانتوا كذا لا ما ينفعش يبقى هيبقى في انا ب... كأن انا ب... 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 بستهزئ بيهم كان انا بحط حاجز او سد منيع بيني وبينهم كل ما يشوفوني هم مديني ظهرهم او يبتسموا لي الابتسامه الصفراء اللي هي بتخليني ايه خليهم ايه لا يعني الكلام ما يخشش ايه في, في مخهم من الحاجات المهمه جدا بالنسبه لنا احنا ودي برضك بترجع لمدى مدى ايمان الانسان بمعتقداته اللي هو التمسك باصلك يعني كنا هنتكلم النهارده صبحيه واحنا جايين في العربيه واحد مش يعني يقول لك بيتكسف يقول ان ابوه مثلا عامل ليه؟ بيتكسف انه يعني يقول له ان امه قاعده في البيت ما بتعرفش تكلم انجليزي ليه؟ بيتكسف انه يقول ان هو جاي من قريه فقيره جدا في باكستان ولا في افغانستان ولا ولا في مصر ولا في كذا ولا ليه؟ ليه؟ ده اصلي انا كده. الشخص الرجل العامل الجاهل الذي لا يستطيع ان يقرا ويكتب هو الذي راعى وكبر وعلم هذا الدكتور وهذا العالم وهذا المفكر. فلا بد ان اضعه فوق راسي كتاج فوق راسي. اهتم اهتز بثقافتي. أنا عشت في مكان فيه ثقافات متميزة جدا، وخلي ثقافتي تكون جزء من الثقافة الكبيرة للمجتمع الذي أنا أعيش فيه، يعني معنى إيه؟ يقبلوا ثقافتي. التعبير عن كل ده يا شباب يا شب، أخوات، إخواتنا الشابات هو جزء من الإيمان. ترجع مرة أخرى إن آمنا إيمان راسخ وقوي بديننا وبمعتقداتنا وبثقافتنا وبتاريخنا وبقيمنا وبأخلاقنا لاستطعنا أن نبرز هذا الإيمان في أخلاق عالية جدا يتمتع بها المجتمع حينما يتعامل معنا يبقى لما نرجع مرة أخرى نجد أن هو يرجع أن الهوية هي جزء أكشلي من الإيمان نحافظ عليها ولا نأذي بها الآخرين ولا نذبها في المجتمعات شكرا لكم ونلتقي بكم في حلقة أخرى Çağ Allah. Selamun Aleyküm.